بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكسل 2016 بروجكت 6. في السؤال رقم 6 جزئية رقم سي يقول in the range E6 ل E10. هنيجي هنا E6 ل E10 عايز يحسب ايه بقى فيهم. بيقول لي calculate the difference between the 2015 and 2014. عايز يجيب الفرق ما بين 2015 و 2014. هيقف هنا كده هقول له بتساوي وراح جاي القيمة في 2015 كانت كام اللي هي السنة الجديدة واطرح منها السنة القديمة يطلع لي الفرق من السنة الجديدة للسنة القديمة. عايز اكررها في نفس المجموعة دي كده هلاقي عندي مربع صغير اسود كده هسحبه لغاية تحت خالص يروح جاي معايا الايه المبلغ كل واحدة تحت واعمل سيف. طيب ايه تاني هيقول لي in the range F6 ل F10. هنيجي بقى اللي بعدها يقول لي F6 ل F10 اللي المجموعة دي كده المجموعة دي عايز يعمل فيهم ايه. بيقول لي calculate the percent عايز يحسب نسبة change تغيير من 2014 ل 2015. عايز يحسب نسبة تغيير من 2014 ل 2015. طب ازاي اجيب اصلا نسبة تغيير؟ انا مش عارف الدالة الماس بتاعتها او الخطوات العملية بتاعتها هتعملها ازاي. هاخد الجزئية دي كده اللي هي calculate the percent change واخدها كوبي واجي افتح جوجل بتاعي اكتب جوجل اعمل هنا بيست وادوس انتر. لو انا عندي دالة او مشكلة معينة معادلة معينة او حاجة معينة مش عارف اعملها او مش عارف ايه المطلوب منها بالظبط هيطلع لي هنا حاجة اسمها بيزنت تشينج انكريز اند ديكريز. طب نكتب جنبها هنا كلمة اكسل هل هو كتب لي هنا ان اكسل واخد اكسل هاخد دي كده افتحها وباللينك هاخد افتحها وباللينك هاخد افتحها بضغط عليها بيمين ماوس قول اوبن لينك بحيث ان هو يجيب لي الشكل بتاعها عامل ازاي. ودي برضو واحده تانية بس اي واحده منهم المهم ان فتحنا اكتر من واحده ونشوف المعادله بتاعته هيحسبها ازاي. هو عايز يجيب النسبه في نسبه التغيير من 2014 ل 2015 هيجي هنا الويتنج منتظر هي المفروض ان هو تقريبا يعني هيجيب الفرق بتاع السنة القديمة مع السنة الجديدة ويقسمه على السنة الجديدة. يعني هقول له هنا بتساوي وهيفتح القوس بتاعنا ونختار السنة القديمة اللي هي السنة الاولد اللي هي القديمة خالص اللي هي دي واطرح منها السنة الجديدة عشان يجيب لي الفرق او التغيير بتاعي واروح قاسم على السنة بتاعت دي كده اللي هي السنة القديمة وراح داس انتر هلاقيه طلع لي انا مش عارف بقى هيقسم دي على دي ولا دي على دي هنتأكد منها احسن في المعادلة اللي هتطلع لنا هنا نعرف هو هيعمل ايه بالظبط. اهي هل بيقول هنا بيرسنت تشينج هنا مثلا بيقول لي بي 3 ناقص بي 2 على بي 2. طب هو عايز يعمل ايه هنا. بيقول لي ذا بيرسنت تشينج فورمولا يوزد فور ايفن اكسل فور اكزامبل كالكوليت مانسل تشينج عايز نسبة التغيير في الشهر القيمة المتغيرة في الشهر اند توتال تشينج واجمالي التغيير بتاعها. فهو عمل هنا جاب التغيير select cell C3 and enter the formula C3 اللي هي دي جاب التغيير بتاعها اللي هو اليوم الجديد اللي هو بتاع الشهر الحالي بتاع فبراير مثلا وطرح منه الشهر القديم وقسم على الشهر القديم. يعني جاب الشهر الحالي طرحه من الشهر القديم وقسمه على الشهر القديم يعني الشهر الجديد ناقص القديم وقسم على القديم. تمام هيجي هنا كده
بقول له بتساوي اجيب الجديد اللي هو، بس طبعا افتح القوس بتاعي عشان عمليه الطرح او اسمها لازم اعملها بين قوسين، واجيب الاول الجديد واطرح منه القديم واقفل القوس بتاعي واقسم على القديم وراح دايس انتر، هيطلع لي القيمه بتاعتي هنا. طيب القيمه دي ما طلعتش نسبه مئويه، هحولها زي نسبه مئويه، هختار لما البريزنت دي كده هيروح محولها لي نسبه مئويه، او لما نشوف هو هيحصل ايه. بس الاول هو دي كده نسبه تغيير، المفروض ان انا هاخد دي واروح مكرر تحت. طب هو عامل ايه تاني في المعادله؟ قلنا بتساوي، فتحنا القوس بتاعنا وخدنا السنه الجديده طرحنا منها السنه القديمه، بعد كده قفلنا القوس بتاعنا وقسمنا على السنه الايه القديمه، اللي هي نفس القيمه اللي احنا جبناها انه تشينج، اللي هي تشينج ده، بس خد التشينج ده وراح قسمه على الايه على 14. يعني ممكن نعملها بطريقه تانيه، اللي هو لو قلنا بتساوي وراح خد الرقم اللي هو الجاي نسبة الفرق دوت وقسمه على اللي هو ده، هيطلع له نفس الرقم ده. تمام، يعني هو جاب هنا التغيير، قيمة التغيير من سنة 2014 2015 جاب قيمة التغيير بتاعتها، عشان يجيب النسبة ياخد قيمة التغيير دي ويقسمها على السنة اللي قبلها، السنة اللي هي السنة القديمة. تمام، سواء عمل كده او عمل كده هي الاتنين نفس المعادلة، بيساوي اخد دي، بس طبعا لازم اكون حاططها ايه، افتح قوس الاول ليه ده واحط القيمه بتاعتي واقول له ناقص، واروح عامل دي وراح اقفل القوس بتاعي وراح عامل على واقول له على الايه السنه بتاعتي كده، واروح ساحبها لغايه ايه تحت. طيب بعدين بعد ما جاب ايه قيمه التغيير بيقول لي ابلاي الرقم دي بقى، بيقول لي ابلاي ذا اسنت تو سيل ستايل تو هيدنج ان سيل بي 5 لاف 6 F5. طيب بس الاول بس نخلي دي نسبة مئوية، عشان دي نخليها قيمة علامة مئوية، هنخش على علامة في المية دي كده نروح دايسين عليها، هيروح محولها لي لبريزنت لنسبة مئوية. طيب ايه تاني في دي هنا، يقول لي apply the accent to cell style، في تنسيق خليها accent to، بس هنعمله فين؟ to the heading in the range B5 ل F5. هنيجي هنا B5 ل F5، نيجي B5 ل F5، B5 ل F5 سيل ستايل، هنلاقي عندنا عايزين هيدنج، بس هيدنج كام؟ اكسنت 2، اكسنت 2، وعايز اكسنت 2 وانا عايز هيدنج تاني. apply the accent to cell style to the headings in the range B5 F5 center the headings in the range C5 F5. طيب بس الأول نعمل دي accent to style to the heading، هنخليها accent to، نفتح دي هنخليها accent to، accent to اللي هو ده، نخليها accent to الأول، ونفتح style نخليها heading، يعني خلينا اكسنت 2 عشان تاخد الباك جراوند واللون بتاعنا كده. بعد كده ناخد الهيدنج 2 ده، هو عايز هيدنج 2 ولا هيدنج بس ولا عايز ايه؟ تو ذا هيدنجز ان ذا رينج، ماشي ممكن نخليها كده، بس هو مش عايز هيدنجز، هو عايز يخليها اكسنت 2. طيب وبعدين سنتر ذا هيدنج ان ذا رينج سي 5 لف 5، هنيجي سي 5 اف 5 سي 5 C5 ل F5، عايز يخليهم ايه سنتر، نيجي عند سنتر وهدسين ايه على سنتر. طيب بعدين ليه سنتر اللي جاي من هنا كده بزيت اوتو سيت اوف. طيب ايه تاني في ايه هنا، بيقول لي apply the comma، apply the comma style to the value in the range C6 ل F F10، يبقى عايز احط الكوما منين؟ من سي 6 لاي 10، يجي هنا فين سي 6 لغايه الاي 10. طبعا دي الارقام كده، عايز يضيف على الارقام دي كوما. فعندنا هنا علامه الاس دولار اللي هي بتاعت العلامه اللي هي بتاعت العمله، طلع لي البريزنت اللي هي العلامه المئويه. في هنا دوت لو هنقص رقم انكريز دي الحركه، نقص رقم 10 يعني، هنا لو هزود رقم 10 ده هنا حاجه اسمها الكوما، كوما اللي هي كل ثلاث ارقام يحط كوما، لو داس عليها كده هلاقي حاطط لي تلات ارقام كوما، تلات ارقام كوما، بعدين حط علامتين رقمين اللي هو 0.00 يعني اللي هي من 10 يعني من 100. طيب ايه تاني؟ بيقول لي دونت ديسبلاي اني نمبر
to the right of the decimal point، مش عايز يظهر اي رقم جنب الايه decimal point. هنيجي هنا واحنا معلمين عليهم برضو، هنلاقي عندنا حاجة اسمها ايه increase، هننقص decimal number. لو دوس عليها كده ده هنا بيزود، يبقى هنيجي decrease اللي هينقص، نقص تاني هلاقي مبقاش فيه ولا رقم في decimal number، خلاص مبقاش فيه. لو دوس تاني مفيش تاني اصلا. طيب ايه تاني؟ يقول لي apply the present style to the value in the range E10 E6 F6 F10. هنيجي هنا نعمل على select ال F6 ال F10، عايز اختار لهم ايه and show two decimal places، عايز يظهر two decimal places، هيخليها present ويظهر two decimal places. two decimal places انا عايز احط علامتين من 10، هنيجي هنا ونروح مزودين علامتين، ممكن نختار من السيل دي، هنلاقي انا present او من هنا من علامة الايه البريزنت اللي هنا. طيب عايز ازود علامتين عشريتين، هنقول له هنا كده علامة كده علامة، بعد كده من 2 من 10 نعمل سيف. طيب جي بيقول لي ادت توب بوردر تو ذا فاليو ان ذا رينج B10 الاف 10، في B10 الاف 10 عايز احط ايه توب بوردر، هنيجي هنا B10 الاف 10 عايز احط توب بوردر. هنفتح ليه بتاعت البوردر دي كده، نفتح كده بتاعتنا، هنلاقي عندنا حاجة اسمها توب بوردر، ده بوتوم بوردر، ده توب بوردر، ندوس عليها كده هيروح حاطط لي ايه توب بوردر عندي، توب بوردر، نعمل سيف.